الأستاذ الأمين بوعزيزي، عند حضرتك سؤال للأستاذ ياسر الغرباوي. نعم، الإصلاح السياسي يعني الكفاح الديمقراطي، وإرجاء الإصلاح السياسي هو الذي أنتج الحركات العنفية سيدي. يعني تقريبا الأطروحة عكس ما كنتم يعني تقولون. ده رأي حضرتك. أنا عايز سؤالي فندم، سؤالي لكلامه. هو يعني خطابكم يروج إلى ميلاد الحركات العنفية ولا ينهيها، لأن الإرجاء مسألة إرجاء التغيير. نحط على استفهام، هل خطابكم يروج للحركات العنفية ولكن وليس العكس؟ اتفضل يا فندم. أجيب على السؤال؟ اتفضل. أحد آفات العقل العربي التي تحتاج إلى معالجة حقيقية أننا نريد أن نكسب بلمس الأكتاف. التحول الديمقراطي لو خدنا النموذج الأوروبي مر عبر عقود وقرون، عبر التراكم، عبر جهد فلسفي، عبر الإصلاح الديني، عبر تقوية سلطة الكنيسة، عبر مقاومة البرجوازية، عبر إنشاء اقتصاد حر، يعني تم عبر تراكم حتى في النهاية يا رجل إلى الستينيات كان بعض الدول تحرم انتخاب النساء، أليس كذلك؟ إذن البناء العميق المستمر إلى الآن اللي بيجعل العرب يقطع البحر المتوسط هجرة لهذه البقعة التي يعتبروها الفردوس تم بناها عبر مسار التراكم، وسبق هذا المسار إصلاح ديني عميق جدا وطويل وحرب شرسة مع الخطاب الديني المهيمن، إصلاح ضخم جدا في تقوى السلطة الملكية. تمام. هذا التراكم أنتج المجتمع الحر والقوي. لكن ربما أنا الآن أدعي لو أتى الأنبياء جميعا أولي العزم من الرسل للحالة العربية سيحتاجوا إلى جهود جبارة ليقودونا. تمام. الآن المشاكل الكبرى الفكرية المعيقة ضخمة جدا، كيف تقنع إنسان يؤمن أن المواطن غير المسلم هو مواطن درجة تانية، ولينبغي أن يحظى بحق المواطنة؟ بعد الثورة في مصر حصل هذا الخطاب. تمام. ماذا أفادت الثورة؟ بل فتحت أبواب الجحيم على المجتمع، لأن من قبل لم يتم عمل مسار التراكم. مسار التراكم أعتقد من خبرة المتواضعة هو الذي أثمر في كل التجارب عبر إصلاح فكري حقيقي وعميق أنتج هذا التحول. وصلت بدرجة ما. وصلت. أستاذ غندي هو